الو النادي مدموزيل مديحه سامي من فضلك. الو سميره، اهلا يا حبيبتي، صباح الخير، ازيك؟ عامله بارتي الليله؟ حاجه ضروري الا اذا كان انت فهماني طبعا. اوكي، مع السلامه. أعرفها لك حالا. واحد ليمون من فضلك. حر حر قوي. انت بتعومي كويس خالص؟ وانت؟ بغرق في شبر ميه. في السن ده؟ تديني كام سنة؟ ساعتي واقفة، ساعتك كام؟ ونص الا شوية. بقول ايه؟ حر حر قوي ها؟ ما تيجي نروح حتة هوا. فين؟ المكان اللي يعجبك. بس احنا ما نعرفش بعض كفاية عشان نخرج مع بعض. هنتعرف على بعض، نتعشى ونشرب كاس، نسمع مزيكا ونرقص، ولما هنرقص هنعرف بعض كويس. تفتكر؟ لا مازن. طبعا اعمل حسابك ممنوع دخولك الشقه الليله. مش هضايقكم. ممنوع. هدخل اوضتي واقفل عليا. ممنوع. ما تبقاش اناني. احنا مش متفقين، ما دام الاشاره متعلقه على الباب تبقى الشقه ملك اللي جواها. دور لك على بيته بره الليله. طب اسمع. نعم. لو كان لو ايه؟ يعني لو كان لها قصدك لو لها واحدة صاحبتها نجيبها ونسهر كلنا سوا؟ يا ريت. طب نشوف. عزة. نعم. أنا هعرف إزاي؟ هكلمك في التليفون. أيوة عزة. إيه؟ ملهاش أصحاب. طيب أنا لله دي حظ زفت. حبات فين بقى؟ اسمع، ما تطلب ناني. لا يا عم، دي ايدها طويلة، سهرت معاها ليلة سرقت مني 7 جنيه وولعها. هي دي ولعتك؟ لقيتها فين؟ في شنطتها. كانت سهرانة معاها امبارح، حبت تلطشني لطشتها. بقول ايه، ما نسهر عند بديع. لا، دي قطعها. وكلامها كتير قوي. ما تعجبنيش. بس هي الساعة كام دلوقتي؟ 9 إلا 10. انت وبختك لو لقيناها، هيبقى حظك من السما لو رضيت بيك. اسمعي يا سوسن. معرفهاش. خش عليها على طول. اتكلم بقى. الو مادموزيل سوسن، مساء الخير. مين يا فندم؟ واحد يحب يشوفك. لا والله ما حصلش معرفة. الله، ايه دي هتلبخ. الو سوسو، انا حمدي. حمدي مين؟ حمدي رأفة. مساء الخير. ازيك يا سوسو؟ بقول ايه، اللي كان بيكلمك دلوقتي واحد صاحبي وصديقي وزميلي وحبيبي، ده حسن بيه، باش مهندس قد الدنيا، اهو هيكلمك. الو، اهلا وسهلا، احب اشوفك. استناكي فين؟ اجيلك المحل؟ هو المحل فين؟ ايوه ايوه عرفته، ثواني اكون عندك. حازم وانا
سعيدة. أهلا وسهلا، تفضلي. ايوه. هلو يا فندم. على قدك. ممكن؟ تفضل. هي كام اوضة؟ اوضتين وصالة، اوضة نوم واوضة مكتب. ويسكي؟ اه. بقول لك ايه؟ لازم الساعة 12 اكون في البيت. انت قاعدة لوحدك؟ لا أنا قاعدة مع ماما. أنا ستي ما دام قاعدة مع ماما يبقى الواحدة اثنين ثلاثة. ماما ست طيبة. لا أصل ماما ما تعرفش عني حاجة. كنت فين يا سوسن؟ كنت في السينما، لكن اللي بعد الساعة 12 هقول لها كنت فين. أه صحيح، هتقولي لها كنت فين؟ قولي لها كنت في المسرح. إيه. صحتك. صحتك. كاس وعرفت ناس وفرحت وزعلت ولبست وعيطت وعيطت قوي. طب انا بعيط ليه؟ مالناش دعوة. شغال اللي هنا حبيبتي. بارد ليه؟ قلت له ينظف الشقه قبل ما يمشي ووعدني بكده. اديكي شايف الشقه ملخبطه ازاي. خلاص ما عادش في ضمير ولا اخلاق ابدا. نشرب هنا ولا جوه؟ عايزه مين كان معاك؟ ده ثلج ولا ميه؟ مين كان معاك؟ كان معايا جوز عمتي. جوز عمتك؟ كان معاه خطيبته. خطيبته؟ خطيبة جوز عمتك؟ حبيبتي قصدي عمتي، مراته يعني. وعمتك بقى نزلت من هنا حافية ولا إيه؟ لا أبدا، دي كانت شارية جزمة جديدة تجنن من الأوكازيون. قلعت الجديدة ولبست القديمة. قصدي قلعت القديمة ولبست الجديدة. عايزة؟ نعم. أنت شايف؟ عايزة أشرب. من عينيا يا روحي.
نشرب هنا ولا جوه؟ ولع لي. انت متجوز يا حسن؟ لا. ما اتجوزتش ليه؟ تتجوزيني؟ عايز تتجوزني؟ وانا طول. طب هتعمل بيا ايه؟ ابقى جوزك؟ بعدين؟ تبقى مراتي؟ بعدين؟ نبقى جوزين ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ايه رأيك تيجي نعملها؟ ايه مالك؟ ما احبش الطريقة في الموضوع ده. تزعلتي؟ لا، الساعة 12 ميعاد السينما. لسه بدري. ما قلتش لماما. كمان ساعة. كان لازم اقول لها. طب نص. ماما هتقلق. زمانها نامت. لا بتستناني. قولي لها الفيلم هندي 19 فصل، كل فصل احلى من الثاني. لا ماما تقلق. مش هتقلق. سيبك يا دوحة سيبك، مفيش أمتع ولا ألذ من الحرية. الواحد كده يبقى حر، آكل، أشرب، أخرج، أنام، أصحى، أتنطط كده من شجرة لشجرة زي العصفور. زي العصفور. على رأيك يا عاسف، اللي ضايق ما ينفعش في الجواز. لكن اللي زيك أنت بقى هتتجوز. أنا؟ مش ممكن. هتشوفي. ليه أربط في رقبتي سلسلة يشدني منها البيجوزي؟ اقعدي، نامي، كلي، اشربي، وهو داير على حل شعره بر. دي بيضة يجري وراها، دي سمرة يحبها، وانا اقعد احط ايدي على خدي مستنية البي في البيت. لا يا عزت، رجالة ملهمش امان. طب خلاص يا حبيبتي خلاص، هتتنرفزي روحك ليه؟ انا معاكي، تحيا الحرية. تاني مش قلت لك لازم اقول لماما؟ طب المره الجايه. حاضر. امتى؟ خلال الظروف. حسن اتاخرت قوي. هي دي عمتك؟ لا مديحة، مديحة فهميني، فهميني يا دوحة، فهميني والله، هي عمتي والله. عزة، ايه اللي جابك؟ ما قريتش الورق اللي على الباب؟ اللي جابني؟ أنا مش متفق معاك يا بني آدم إنك تشوف لك بيات الليلة برة. أنت اللي ما كانش يجب تدخل ما دام لقيت ورق على الباب، إحنا مش متفقين إن الشقة ملك اللي جواها. نعم يا سيدي، نعم يا أبو علي، نعم. أنا ماشية بقى. طيب حبيبتي، هنتقابل هنا كل ليلة جمعة. مع السلامة. مع السلامة.
مش قادره اقول لك اتفضلي معايا. وانا مش قادره اسيبك. ما تيجي نروح اي حته، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، انا اتاخرت قوي. انا حبيتك قوي. وانا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزه وانا نازله، قد ايه انا فرحانه دلوقتي اني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعض تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانت من اهل. اسمعي، ما تنسيش اللي قلت لك عليه. قلتي لي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامه. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما. للساعة 2؟ كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعة في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصل تعبانة شوية وعايزة انام. طب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع لابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ راحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا هفضل حلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلية، والسمية سكة. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجة. صباح الخير. ايه؟ خصماني؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. عزت بتاع امبارح. أيوه بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا يا سمير أشوفك بالليل. بابا راح قال. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. وانا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي. انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاج تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه. اوكي باي باي. هنسهر سوا الليلة دي. فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. هيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو. تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي باي باي. مع السلامة.
سوسن يا بنتي يا بنتي كنت يا ده انا عسوس. بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه. مرة جاية ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ البت دي هتجنني. حسن انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاكي. لما احتاج هقول لك. ما تزعلنيش. انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جنه. انت رحتها؟ ثلاث اشهر لما روحي بقت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحش؟ ابدا، دي بلد جميله جدا، سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعه 10 ده حظ ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن، صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقول لك على خبر. زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس. أيوة طرطوس قبلي. إيه رأيك؟ أنا هستلم العمل بعد أسبوع. إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا؟ البلد اللي اتنقلت فيها بعيد؟ خمس ساعات في القطر. ياه، ممكن تطلب نقلك لبلد اقرب. ده اللي في نيتي، بس بعد شويه. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجامله من قلبي. سوسن. نعم.
خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكرة، خوفي من أول الشهر يجي وما أقدرش أدفع أجرة البيت. ماما تعيا، ما أقدرش أجيب لها الدواء، هنطرد من شغلي وترمي على الرصيف. طبعا أنت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كانت قدم لي عرسان ورفضت. أصلي في أزمة جواز اليومين دول. إيه ده؟ عشان ما تنسينيش. يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتوا لي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم فوسة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان إنما عشريين قوي. يا سلام. أمال هتعجبك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. يا شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كالوستو كرياكو يوسف نامو تو خسن بيه. خسن بيه. اهلا وسهلا خسن بيه، نورت البلد خسن بيه. تفضل تفضل خسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل خسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري ذا فاميليا. مس مخيم خسن بيه، مس مخيم احنا في خدمتك. انا فرست ثابتة انت بزو بتاعنا، ويمكن الزو بتاعنا مش يعجب الزو بتاعي. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلواوي. انا ممنون. مفيش ممنون خسن بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحقيقه. ميرسي خسن بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. اتي نامو. كانوا من الكافيه. كلا باباكي. اخي المساخني خسن بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويسة يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. Thank you.
صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا خيط ليه؟ اسمع. افندم. قول لعواضين يجهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعة. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش ولا انت شايف. لا لا وريني يا فندم. ايوه خد اخر علاوة امتى؟ انا مش بتكلم على علاوة، انا بتكلم على الدرجة. فين هو الضمير يا حضرة الناظر؟ بابو الزبدة في الجمعية بثمانية ساغ، نشتري بتسعة وعشرة. من الجمعية؟ لا من البقال. الجمعية ما فيهاش زبدة، تلاجة البقال بأوضة قادر مليانة زبدة. بقى ده اسمه كلام. إذا كنت عايز استمارتك تمشي، ناوي البشكة تبقى قرشين. رشوة يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. أهلا وسهلا ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. أمال عندكم إيه؟ قهوة، شاي، جنزبيل، قرفة، أنسون. اديني قرفة. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بينا احنا كمان. يلا. اتفضل. اتفضل. والله اتفضل. لا اتفضل. السلام عليكم. شلبي. ايوه. اتفضل يا حضرتك. شلبي افندم. نعم. اتفضل. زي ما قلت لك. الناس دي قايمه ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب. تشطيب؟ ايوه. حسابك كام؟ قرشين. متشكر. سيجارة؟ واجب علينا يا بيه. يدوم. اسمك ايه؟ محسوبك فراج يا بيه. عاش الاسامي. قول لي يا فراج. هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر. خمامير يعني؟ لا قصدي صالة مزيكا، رقص، سهر. لمين السهر والرقص يا بيه؟ اهالي البلد ملقومش. الموظفين ما معهومش. السهر والرقص والحظ في البيوت. العائلات مع بعضيه. والعازب. العازب ملوش في البلد. ايه هنسهر سوا الليلة اهي. ما احنا سهرانين اهو. لا نسهر في حتة تانية غير هنا. المرة الجاية. وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك. هبني لك فيلا وافرشالك. عزوز. عزوز بيت اسمح. ايه؟ دور عليه. دور ايه؟ يعني ايه؟ ما تفهموها بقى. شيلني واشيلك. دوحة. حبيتي كم واحد؟ ولا واحد. يا كدابة انا عارفة. زمان حبيت واحد. طب وما اتجوزتوش ليه؟ اصله ضحك عليا. ازاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي. ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد. موجود هنا؟ دانا. ايه اكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس. ليه؟ عشان دقت الفقر. سوسن انت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية. مش راضية عن ايه؟ باللي انا فيه. وراضية بايه؟ باللي انا فيه. دخلك كام في الشهر؟ وليه ما جوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل. انا ضايعة. كلنا في الهوا ضايعين. يلا مضيع. يلا.
فندم. حسن، الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ازيك يا سوسن؟ وحشاني قوي. عندي اجازة يوم واحد، أول ما تخلصي تعالي بسرعة. عندي اجتماع مهم. هتيجي تاني؟ لو قدرتي مش هتأخر. طب حاول ما تتأخرش. سوسن. ما تيجي انت معايا. واسيب مصر؟ ليكي مين في مصر؟ أمي وشغلي. أنا كفيل بيه. طب هتقول عليا إيه هناك؟ صحيح. أقول إيه هناك؟ أقول إنك أختي. آه أختي. أصلاً هو مش المفروض إن كل واحد له أخت؟ أنت أختي. فاكرة. سوسن، خدي شهر إجازة. شهر حسن نقضيه سوا. حسن، أنت بتتكلم جد؟ سوسن، أنا محتاج لك. أنا متعودش أرفض لك طلب، بس هقول إيه لماما؟ قولي لها إنك اتنقلت اسكندرية، مسافرة اسكندرية، صاحب المحل بعتك توضبي المحل اللي في اسكندرية، قولي أي حاجة. ها؟ قلت إيه؟ هفكر. ما تفكريش، اتفقنا. حسن. سوسن. حسن. الحمد لله على السلامة يا سوسن. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يا حسن. أهلا يا سوسن. مين دي؟ أخته. عالكدلك المستنية. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. الحمد لله بالسلامة مطمزيل سوسن. الله يسلمك. خواجة كرياكو ومدام أم كرياكو. أثناء. تشرفنا. كلاوسو مطمزيل سوسن، البيت نور. تفضل مطمزيل، تفضل حسن جوه. معلش وقت تاني. لا مش ممكن، اتفضل دلوقتي. معلش يا مدام، أصلي جاية تعبانة. بقى اللي دمه خفيف. ده إحساسي يا عمتي. إحساسك ده إيه؟ بطلي بقى أمور الدلع. نفسي مرة تعرفي تاخدي قرار في حياتك.
بنتك طول عمرها ما تعرفش مصلحتها يا توفيق. معقولة تسيب السيرك وتشتغلي في كباريه زي ده؟ اللي بنكسبوه من المخروب ده الطاق ثلاثة من اللي كنا بنكسبوه من المدعو السيرك. انتي مش هتبطلي كلامك الغريب ده يا سعد. يا اختي قولي لي اشتريتي العجلة دي امتى؟ دي هدية بابا ليا لما خدت الليسانس. يا وعدي على الأسانس، يا وعدي على الأسانس. عارفة لو كان عندي أب زي أبوكي ما كنتش اتلطمت ولا اتمرمطت المرمطة دي. ده حتى أبويا ما لحقناش نشوفوه. ايه بس اللي خلاكي تعذري يا سعد؟ يا اختي انت مسكتي الداية والشقة عجل المزاجي ومش عارفة اللي يخشوا مزاجي نمسكوا فيه. طب لسه كتير؟ أنا نفسي اتقطع. جمدي قلبك كده أمال، يجي ثلاثة أربعة أدوار. وبعدين الشقة هتعجبوكي قوي. تقوليش سرايا. تعالي يا قمر تعالي. يا أهلا يا مرحبا، اتفضلي بيتك ومطرحك. اتفضلي أكتر. يا مراح يا خبر، ايه اللي انت عاملاه في بيتك ده يا سهر؟ مش عاجبك الشقه؟ يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل؟ ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني؟ ولا يهم، هنقلبوها عليها وبطيئه ونخلوها لك زي الفل، هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطه، وانا تعالي روحي. يعني كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10 قال كده اهو. طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها. بتونس ليك حكم، انت مونساني وانا. قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر؟ انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل. حلو جميل. تفتكري لو
لو فتحت مكتب واشتغلت محامية يعني انفع ممكن انجح؟ ايوه. هو احنا كنا بنتعلمه العالم ده كله ليه؟ عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش؟ تقولي لي يا ترى ويا هل ترى؟ يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك. يو ويوم تلوحين لي على لوحه المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال ساعرف انك ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا حبيبتي مش فاهمه ولا حاجه. معقول يا ستي؟ المهم الكلام ده ننفعه نلحنه ونرقصه عليه؟ انت مفيش حاجه في دماغك خالص غير الغنى والرقص. امال ايه؟ هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني؟ يا سلام. اه ما تسواش. تعرفي ترقصي بلدي؟ بلدي لا طبعا. يا نهار اسود. طب نعلموك. انت ما تعلمني الحاجات دي خالص. اعملي 8 بالانجليزي. ما تعملي يا بنت. ما اعرفش. فين الرخص بتاعتك؟ مش فاكرين وحصلناها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انزلي بقى يا اختي. ليه كده ما تتحبوش علينا امال؟ طاطا تعبانه شويه مش نازله يا ام. بقول لك انزلي. مش نازله. ما تخلينيش استعمل معاك القوه. انزلي يلا. انزلي قومي. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا نشنطرونا. انا انطر تضربيني بالروسيه وتفتحي دماغي؟ ان ما فرقتك يا بنت المفتريه. عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحوا لك ارض. خلاص مش هتكلم. مين يا ابني اللي ماتش في المباحث الليله؟ حسام بيه. مين؟ حسام بيه. حسام بيه؟ ايوه. يبقى عليه العوض ومن العوض؟ مش هعرف اخد حقي من بنت الامام في دي. يعني مش لو انت اعترف وتقول الطبانجه دي راحت فين؟ لفلك بيها انت حتى مش عارف حاجه عن الطبانجه دي. لفلي راحت فين الطبانجه؟ القرضه دي ما تخافش عليها يا ابو محمد. وديته الطبانجه فين؟ ايه اللي عوارك كده يا عنتر؟ المصيبه السوداء دي يا باشا، الداهيه المهببه دي. ايوه لسه في رجاله حلوه كده يا جدعان. كتم يا بت ابو شنب. خد حنفي وخد العيال دي تقرروهم. عايز اعرف الطبانجه دي راحت فين؟ والا الدبان الازرق مش هعرف لهم طريق جره. يلا 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 يا طهو. يلا 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 يلا. وما واقف يا بت. حكايتها ايه البت دي يا عنتر؟ دي كانت سايقة العربية زي وهي سكرانة زي ما انت شايف كده سعادة الباشا، وبعدين كسرت الإشارة. رحت معترضة راحت ضرباني بالبوكس والبنية والروسية وفتحت لي دماغها. عارف ليه؟ لا اقعد يا بنت ولمي نفسك، غطي نفسك وبطلي مرقعة. يوه ايه المعاملة دي؟ دي معاملة تعملوها للستات الحلوة، ومين اللي زي؟ يا سلام، بقى جاية سكرانة وضربة أمين شرطة ومش عاجباك المعاملة؟ وحشة، معاملة وحشة أوي، عشان أنتوا الاتنين بتوالسوا لبعض عشان أنتوا زمايل. اسمك إيه يا بنت وبتشتغلي إيه؟ أنا اسمي سهر. سهر الليالي. عليا النعمة ان سهروك سهرة عمرك ما سهرتها. ايه ده؟ مين دي يا عم؟ فين بطاقتك يا بنت وفين رخصتك؟ لا
لا احنا ما بنشتغلوش برخصة يا بيه. انا فنانة محترمة جدا. الله، هي كل واحدة هزت وسطها في كباريه تقول على نفسها فنانة ولا ايه؟ لا نزعله كده، نزعله. انا مطربة، مطربة كبيرة قوي، ومطربة استعراضية، واسكندرية كلها بتغنوا غنوتي. شتام بكو. ايوه تلم يا بت. عليا النعمة انك تجنن وانت مكاشر. يا ريت تطلع جدع كده وتفتحوا لنا، قصدي تجيبوا لنا قهوة سادة عشان نعرفوا نفوق كده. يا بت بقول لك اتلمي لحسن، لو رميتك في التخشيبة هياكلوكي تحت، هتلاقيها زفت. والمهضة ودماغ اللي انفتح. اللي بيقلك عليه. يلا شايف سعاده الباشا شاد، هتروح بقى عنتر ما تعملكش زيطه. انا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، مش بقيت تطلعني غلطان وتعمل لي محضر. ماشي. ممكن نكلمه في تليفون الفانوليا بتاعتنا عشان زمانهم متوغوشين علينا حبتين. ممكن. الو سعد، ايه مالك في ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انت فين بس دلوقتي؟ انا في قسم باب شرقي، في ضابط ضرب ثلاثة قدامي مرة واحدة، شكله عايز يضربني. قمر الله يخرب بيتك يا عنتر، جاي اخر الليل وجايب لنا مصيبه معاك. الو بونسوار. سهر سهر مالك يا حبيبتي؟ قمر قمر، ايه اللي بالتخريب ده؟ في ايه عشان افهم فيك ايه بس؟ سهر سهر، هو ايه اللي حصل يا فندم؟ حضرتك مين؟ انا اخت سهر، مريم توفيق ابو العدل المحامية. ممكن البطاقة لو سمحتي؟ طبعا. ده كريدت كارد يعني. سوري. اتفضلي استريحي. شكرا. حضرتك بنت الاستاذ توفيق ابو العطا؟ ايوه. وهي تبقى اختك؟ تبقى اكتر من اختي. ممكن اشوف المحضر؟ انا لسه ما كتبتش المحضر، عشان خاطرك مش هكتبه خالص. متشكره قوي قوي، مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. بس عندنا مشكله بسيطه. ايه هي؟ لازم عنتر يتنازل عن حاجه. مين عنتر ده؟ ده امين الشرطه اللي سهر بطاحته. افندم يا سعاده الباشا. يا عنتر احنا طمعانين في كرم اخلاقك كما عودتنا، وعايزينك تتنازل عن حقك. مش ممكن ابدا يا سعاده الباشا. طيب ان ما كانش عشان خاطر سهر، يبقى عشان خاطر اختها الرقيقه دي. خلاص عشان خاطرك يا باشا. اهو كده يا عنتر، هي دي اخلاق الرجاله ولا بلاش. امسك يا ابني. اللي هيجنني يا فتحي يا اخويا ان البنتين مش راكبين على بعض ابدا، واحده فيهم صايعه والتانيه متربيه وبنت ناس واخر شياكه. لما كنت تكلمني يا فالح عشان اجي اشوف البنت الصايعه دي كنت هتاخد لك طريحه من تجرمتها وقله ادبها. بقول لك ايه، انا مضطر استاذن عشان عندي مشوار حساس. طب اقول لك ايه، تاخدني معاك؟ لا
انا في المشاوير الحساسه ما باخدش حد معايا ابدا. بالاذن يا حلو. صباح الخير. صباح النور. انا اسف قوي للازعاج بس انا جبت عربيه صاحبتك بنفسي. احنا متشكرين قوي. اتفضل. لا شكرا. لا ما يصحش. اتفضل اتفضل استريح. اتفضل. دقيقه واحده بس هدي السهر. اتفضل استريح. صح مش هتصدقي. عارفه مين برا؟ مين يا اختي اللي برا؟ فارس الاحلام. تقصدي مين؟ الصابط بتاع امبارح جايب عربيتك وجايب لك المفاتيح. انت بتتكلمي كده عليا؟ انت هتخرجي له بمنظرك ده؟ هاي حاجة سهر جاي لحضرتك حالا، تحبي تشرب ايه؟ يا فندم ملوش لازمة، اتفضلي استريحي. مش معقول ما يصحش، لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد بقى يبقى شاي. انا متعود اعمل كل حاجه بنفسي عشان عايش لوحدي، ممكن اساعدك؟ لا متشكره خالص. لا ازاي بقى، فين الشاي والسكر؟ اهو متشكره ميرسي قوي. اتفضل انا هجيبه لحضرتك. اتفضل. تعرفي انها صدفة جميلة فعلا، والد حضرتك كان بيدرس لي جنائي في كلية الشرطة. هو في ناس كتير زي حضرتك بيفكروه بابا، بس هو ابن عمه واسمهم زي بعض. انا بابايا بيشتغل محامي بس ملوش في التدريس. اه اتفضلي الشاي. متشكر عليك ميرسي. اتفضل حضرتك. طب وانت ليه ما بتشتغليش معاه؟ يعني بحاول اعتمد على نفسي. عايشة هنا في اسكندرية؟ انا ناوي اقعد شوية، بفكر اشتغل هنا بس لسه بدور على مكتب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهدى احنا طلعنا النبي. اهلا يا باشا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست سمر؟ لا سهر، اسمي سهر الليالي. ما بتحبوش السهر بقى ولا ايه؟ ازاي انا شغلي كله سهر. وانا كمان بصره. الحقيقه انا كنت جاي اطمن عليكي واجيب لك عربيتك. الهي ما تحرم منك ابدا يا رب. الليله دي انت معزوم عندنا في الكباريه. لا اسمحي لي بقى لحد كده ما اقدرش. ليه؟ مش قد المقام بقى ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش. طب امال ايه؟ طب على العموم كلنا رايحين، مريم جايه معانا؟ طبعا. مش كده يا مريم ولا ايه؟ اه طبعا. وماله؟ ايه بختشي بقى؟ لا اسعى ما اقولك، في المعموره رسم لي الصوره وعامل نفسه لاعب كوره، كيف الشطبي وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي، لبس زي ما واقف. لا تمام تمام قوي، بس انا ما فهمتش ولا حاجه من هي قالته. ما تنساش يا استاذ كمال انها بتغني في كباريه درجه ثالثه، يعني انت احكم على المضمون. ايوه يا اخي احكم على المضمون. ايوه طبعا احكم على المضمون. فين بقى المضمون؟ صوتها وحضورها مع الناس، صدقني هي كل اللي محتاجاه فرصه. انا مع الانسه في الكلام اللي بتقوله. طبعا اكيد سهر دي فنانه كبيره بس محتاجه للي يكتشفها. حضرتك طبعا عارف مستوى اللي بيغنوا دلوقتي ايه. معاكي حق فعلا يا انسه مريم، الواحد ما بقاش لاقي حاجه يسمعها اليومين دول. انت بقى كمال تشد حيلك وعشان خاطر الانسه سهر تكتب كلمتين حلوين. يا ريت كمان تنزل لها صوره. صوره بقى وتكمل جميله. طبعا. هو في ريبورتاج من غير صوره؟ هي بقى عندها صوره حشمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين. عجبكم الشغل؟ اتفضلي يا فنانه عظيمه. ده الاستاذ كمال عجبه صوتك قوي. كان قاعد طول الغنوه هيتجنن، مصمم انه يكتب في الجورنال بتاعه وينشر لك صوره بالالوان. لا الوان لا، احنا ما اتفقناش على الالوان. يا اختي الهي مع دمك. الله. اني ما تتصوروش فرحتي بيكوا النهارده قد ايه. براهيم يا براهيم تعالى. نعم يا ست سارة. هات ازازه ويسكي من ابو جد. ها مش منقوع البراطيش. وعلى حساب مين يا ست سارة؟ على حساب البقف اللي قاعد تحت ده، فاهم؟ وقول له بكره هنوقوه. شفتي حسام كان هيتهبل عليا، ما شالش عينه من عينيا طول الليل. فعلا باين عليه معجب بيكي قوي، حتى هو اللي كلم صاحبه الصحفي ده عشان يكتب عنه. طب ايه رايك بقى؟ ان انا حسيت ان احنا دخلنا قلب، وانا كمان بنحبه.
تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انه هيجيب لك شقه عشان تعمليها مكتب، وكل ده عشان خاطرك. تصبحي على خير وانت من اهلي يا قمر يا ورد. تصبحي على فل. الله، اللهم صل على النبي. حلوه قوي دي يا حسام، احلى من الاولانيه. ها ايه رايك يا مريم؟ مش عارف، متهيالي الاولانيه احسن، واعرف افرش على مزاجي يعني. هو انت كده عمرك ما بترسي على بره قبل؟ طب خلاص كويس. لا 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 لا، لو مش عاجباك انا عندي واحده كمان. احنا هنلف طول العمر. حلوه قوي دي، بقى لنا اسبوع بنلف. اسمعي، انا مش عاوزك تاخدي حاجه مش عاجباك. قلتي ايه يا مريم؟ اللي تشوفه انت يا حسام. انا مش عارفه من غيرك كان ممكن اعمل ايه. يا اخي تعالي تعالي اقعدي على المكتب، عايزين نشوفه اذا كنتي لايقه عليه ولا لا. يا ريت هو اللي يليق عليها. اللي يشوفها كده يصدق انها محاميه بحق وحقيقي. دي زي ما تكون اتخلقت عشان تكون محاميه. الاهم من ده كله ان الزباين يعرفوا طريق مكتبي. تفتكروا في حد ممكن يجيلي انا؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ اني مصاريني بتتلو من الجوع. احلى حاجه بتعجبني فيك يا سهر لهجتك الاسكندراني. يا اختي بس لهجتي مفيش حاجه تانية بتعجبوك. طب ايه رايكم بقى في غدوه معتبره على حسابي؟ لا الغدوه دي على حسابي انا. ليه، هو انا طيشه ولا ايه؟ لا يا حسام، بس جمايلك كترت قوي. لا ده ملوش دعوه بالغدا. معقوله ابقى ماشي مع بنتين حلوين زي القمر واسيب واحده فيهم تدفع الحساب؟ ايوه يا جدعان، عليا النعمه كلامه 100 100 مظبوط. عايزه الناس تقول عليه ايه؟ ناطح. الله، منظر الاكل يفتح النفس. بيقابليني لو عرفتي تنامي بالليل. الاكل مش عجبك ولا ايه؟ لا ازاي، الاكل حلو قوي، بس المهم اللمه الصراحه. المهم الاخلاق. بطلي تحفي في البيض، كلي فول. ايوه انا طفحه. مش دي صورتك يا هانم؟ صورتي صورتي بجمالي. صورتي، شوفوا اتفرجوا. حلو قوي. حلوه قوي يا سهر. هات كل الاعداد اللي معاك. بس يا بيه والله. طب خد، مش خساره فيك. اشكر، كتر خيرك. انا فرحانه قوي، مش عارفه اقول لك ايه. انا ماليش دعوه، صحفي معجب بيكي وكتب عنك. سلام، انا عارفه كل حاجه، انت اللي خليته يكتب. دي مريم هي اللي خليته يكتب. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا سهر. مساء الفل. بركيلي 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 بركيلي. مبروك يا حبيبتي. بس على ايه؟ هنشتغل في اكبر لوكاندا في اسكندريه. هتشتغلي ايه؟ هنسيقه يعني الارض ونكنسه وهنغنوا يا ماما. مدير اللوكاندا كلمني وقال لي بكره تيجي تمضي الكونترات. الف مبروك يا حبيبتي. الجميل معاك كارلي، وشه مش رايق. زهقت قوي يا سهر، بقالي شهرين قاعده بكلم الحيطان، مفيش ولا زبون واحد يكلف خاطره يجي حتى يقول لي انت مين. ولا يهمك يا اختي، انا بكره اقتلك قتيل ونقولك ونقولك انت مين. اطمن، احنا موقفنا قوي جدا، مش بعيد ناخد حكم اخر الجلسه. يا رب. هو نفسك معانا يا استاذ حسين؟ يا صباح الخير يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ صباح النور. معقول برضو سبت شغلك وجيت؟ وانا اقدر ما اجيش فيهم زي ده؟ المهم انت جاهزه؟ الحمد لله، سهرت طول الليل، عملت حته مرافعه هتعجبك قوي. برافو عليك. صباح الخير يا حسام باشا. يا اهلا 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 اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا، عز المعرفه. يلا لحسن نتاخر عن الجلسه. 54 المدعي ابراهيم علي الاسكندراني، مدعي عليه عبد المنعم محمود المجاري. مريم توفيق ابو العطا المحاميه، حاضره عن المدعي ابراهيم الاسكندراني بالتوكيل الرسمي. محمد عبد العزيز الغندور، حاضر على المدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. طلباتك يا استاذه. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، سياده الرئيس، سياده الرئيس، أنا بطلب التأجيل. ما
مادام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها يبقى تقدري تقفي قدام المحكمة وانت واثقة من نفسك. أنا جبتلك معايا حاجة كويسة أوي. دول كتابين هيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك. اللي بتعمله معايا ده كتير أوي يا حسام. مش عارفة هردلك جمالك دي كلها إزاي. أنا مفيش بينا وبين بعض جمال. المهم توعديني إنك هتترافعي ومش هتأجلي القضية. اطمن. ما تتصورش كلامك ده رفع من روحي المعنوية قد ايه. انا مش عاوزك تخافي ابدا حتى لو فشلتي. كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم. انا اصلي كنت خايفة اخسر الزبائن. يا ستي ولا يهمك، انا جبلك مليون زبون. انا مش عاوزك تشيلي هم الموضوع ده ابدا. المهم عندي انك تنجحي. حسام ممكن اسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟ انت عارفاني صريح. انت اللي جبتلي الزباين اللي قابلوك في المحكمه النهارده صح؟ لا طبعا، كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفه. المره دي بالذات انا مش مصدقه. دي اكيد سهر. مريم انتي صاحية؟ عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة اسألك على حاجة. يعني ايه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بواحدة ست؟ قصدك ايه؟ يعني بصراحة اللي عمله معايا كل يوم اسأل نفسي يا ترى بيعمل معايا كده ليه؟ فضل ورايا لحد لما خلاني اغني في أكبر لوكاندا في اسكندرية. يعني هو حسام إنسان كويس وخدوم جدع يعني. أنت بتفتكر يعني يحبني؟ المهم أنتي مشاعرك إيه من ناحيته؟ أيوه على مشاعري. أنا أول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت. حبيت اسكندرية والدنيا حلوت في عيني. تفتكري هو بيحبني ربع الحب اللي انا بحبه له؟ انت اصلك مش عارفة قيمة نفسك. ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي واحدة زيي. بتقولي لي الكلام ده بس عشان انت صاحبتي وبتحبيني. صدقيني يا سهر انتي اطيب قلبي في الدنيا. انا عمري ما قابلت واحده في شهامتك. يا اختي الهي ما يحرمني منك. حسام مش ممكن هيلاقي واحده احلى منك. عارفه يا مريم نفسي في ايه؟ نفسي احنا الاتنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض. ساعتها جوازنا مش هيعجبهم، هيحاولوا يوقعوا بينا وفرقونا عن بعض. بشر عليا النعمه نقطعهم ونرموهم في البحر. صباح الخير يا مريم. صباح النور. صحي بدري كده ليه؟ مش جاي لي نوم وسهر لسه نايمه، قلت اجي اقعد على البحر شويه. تحب البحر؟ بحبه قوي بس بخاف منه من ساعه ما كنت هغرق. لما بقعد قدامه بسرح بخيالي، بتكلم معاه في الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لحد. طب وليه ما بتحكيش على اللي جواكي لحد انت بتحبيه وتثقي فيه؟ ممكن اللي جوايا يجرح ناس ما احبش اجرحه ولا اجرح مشاعره. احكي لسهر صاحبتك وبتحبك. سهر طبعا صاحبتي وبحبها قوي بس هي مش فاضيه، دايما مشغوله وانا ما بحبش اشغل حد بمشاكلي. انا يا ستي فاضي وليك انت بالذات، لو مش فاضي افضي نفسي. طب عن اذنك انا همشي، سهر زمانها صحيت هروح اشوفها. طب قولي لسهر اني عايز اقابلها النهارده ولا اقول لك؟ انا هكلمها في التليفون. مريم فيش انا فيني يا اختي وتفهمي، مش مصدقه روحي. ليه يا سهر انت تستاهلي واحد احسن من حسام كمان. تعرفي لما قال لي
لما قال ان هو عايز يقابلني قلبي ده كان هيفط من صدري. فاكره شادي لما كانت بتسرق في الافلام كل ما تشوف خطيبها ولا حبيبها انا كنت هسرق زيها. ربنا يسعدك. تفتكري حضرتك هتتجوزني؟ طبعا اكيد يا سهر. شفتي امبارح بقى كنت بقول لك ايه؟ احساس اختك عمره ما يخيب ابدا. هبقى حرم المقدم حسام عنبر مدام عنبر. انت تستاهلي كل خير يا سهر. عارفة يا سهرة أنا طلبت قبلك ليه النهاردة؟ عارفة والنبي عارفة. عارفة إيه؟ يعني أنت عايز تقول كلام وإحنا نحب نسمعه منك. ما تتصوريش أنا سعيد قد إيه من يوم ما عرفتك أنت ومريم. مليتوا عليا حياتي وعوضتوني عن أهلي اللي فقدتهم لدرجة إني خلاص ما بقتش قادرة أستغنى عنكم. ولا إحنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سي حسين. أنا بحسدكم على حبكم لبعض. أنا ماليش في الدنيا غير مريم. هي كل حاجة في حياتي. طيبة وحلوة. وبعدين بنت ناس ومتربية بس هي فيها عيب واحد يعني ما تعرفش كده يعني مترددة. علشان كده أنا جبتك هنا. سهر أنا بحب مريم وعاوز أتجوزها. مفيش حد غيرك هيقدر يعرف لي حقيقة مشاعرها. بصراحة أنا خايف أواجهها لحسن أخسرها كصديقة. أختي وحبيبتي سهر، أنا رجعت لبابا وعمتي. عارفة ليه؟ لأن أنا كمان فكرت وقلت أتجوز. إشمعنى أنتي؟ ألف مبروك ليكي أنتي وحسام، وياريت تتجوزوا بسرعة عشان أحضر فرحكوا قبل ما أسافر مع جوزي لكندا. أنا مستنية منك تليفون تقولي لي على الميعاد. سلامتك يا بابا. مريم وحشتيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتيني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سلامتك يا بابا. مريم وحشتيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتيني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، ألف مبروك يا بنتي. مش قلتلك إنها مش هتلاقي أحسن من وجدي؟ سعيد. مريم موجودة؟ موجودة برضه، اتفضلي امسي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشيني وحشيني قوي قوي. وانتي كمان ازيك انت؟ الحمد لله. قولي حددتوا ميعاد الفرح امتى؟ فرح ايه؟ فرحك انت وحسام. لا احنا مش هنتجوز. ليه؟ هو حصل حاجه؟ حسام ما بيحبنيش، بيحبك انت وعايز يتجوزك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهزري؟ وحتى هزارك ده ما ينفعش، لاني خلاص هتجوز. عليا نعمة ان انا بتكلم بجد. حسام طلب يقابلني عشان يتاكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقه تتجوزيه ولا لا. ايه رايك؟ لا طبعا، انا ما بحبوش ولا عايزه اتجوزه. مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده. ايه هتخبي عليا؟ بطلي تكبري بقى. بس انا خلاص هتجوز يا سهر.
انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني؟ خلاص ما منوش فايده، لا بيحبني ولا عايز يتجوز. بعدين سكن عليا يا اختي، انا كل يوم الاقي لي راجل، هي شغلانه ولا شغلانه؟ وبعدين الدور الباقي عليك انت، انت اللي مش هتعرفي تحبي غيره. انا اديت كلمه لبابا ومش هترجع تاني. بقول لك ايه، بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده هيتجوز، يبقى انت اولى. وبعدين والله ما هزعل، انا لا يمكن اسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفه انك بتحبيه. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go before. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go. I don't know why to say goodbye. Just let me know you didn't go. ممكن اختفى منك بس دقيقة واحدة؟ لا مش ممكن، أنا ما صدقت ليا. معلش هي دقيقة واحدة وهرجع. ما تأخريش عليا. مبروك يا مريم، عملتي كده ليه؟ دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش ازعله. ميرسي قوي اني جيت النهارده، ما تصورش فرحانه بوجودك قد ايه. انا جيت النهارده مخصوص عشان اقول لك على حاجه عمري ما عرفت اقولها لك، ولا انت اديتيني الفرصه اقولها. ارجوك بلاش تقول النهارده بالذات، بلاش. دي حاجه انا عارفاها ومتاكده منها، وانا كمان حاسه بيها من اول يوم شفتك فيه. بس مش كل حاجه الواحد يعوزها بيقدر ياخدها. مهما الايام فرقت بينا، عاوزك تعرفي ان منزلتك عندي هتفضل هي هي، وحبك هيفضل هو هو. عمري ما هنساكي. عن اسمك تفتكر هقدر على فراق مريم؟ هقدر اعيش من غيرها؟ تعرف يا سهر، انا وانتي ومريم مفيش حد فينا سعيد. تفتكري ايه السبب؟ عشان احنا التلاتة بنحب بعض. لو في حد فينا بيكره التاني ما كانش بقى في مشكلة. جايز اللي بتقوليه ده صح. اسأل نفسك انت متضايق كده ليه؟ وانا مش مبسوطة ليه؟ وهي بتتجوز غصب عنها ليه؟ اكيد صح. انت مش بتحبها؟ سهل
محسنة معايا. أنا آسف، ما كانش مفروض نغلط. طب سيبني بقى لوحدي، أنا مش طايقة نفسي ولا طايقاك. سيبني. المنطقة هنا هتعجبك أوي، أنا عارف إنك بتحبي الهدوء. بكرة كمان لما التلج يدوب هتحبي المكان أكتر وهتلاقي الخضرة حواليكي. تعرف يا وجدي، أنا عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أهاجر برا مصر. أنا هخليكي تعيشي هنا أجمل أيام حياتك، وبكرة هنبقى من أغنى الناس في كندا. وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا أزمة سكان، يعني خدي راحتك خالص وتخلي فيلي 20 عيل. يعني أنت اللي عارف تشتغل وأنت مدهول زي. لا أنا مش قادرة، أنا لا حاسة إني عايشة ولا ميتة، يا ريت نموت وأحسن. عشان خاطر ينزل الشغل، الواحد منا ملوش غير شغله. صدقيني حب الناس ليكي هينسيكي كل مشاكلك. أنا كويس. لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول، عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني. Wagdi, écoute-moi bien. Tu peux toujours travailler ici. Tu peux faire du très bon travail, mais tu seras toujours considéré comme un citoyen de deuxième catégorie. Tu arriveras à certains niveaux, mais ils te diront arrête à ce point. Vous aimez le Canada? Sorry, I don't speak French. Moi aussi, je ne parle pas l'anglais. Quand même, je suis confiant que je pourrai accomplir toutes mes ambitions. Avec un peu de patience, de la persévérance et un peu de chance, je pense que je peux tout faire dans ce pays. Ah, ايه رايك في الرحله دي؟ انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في التلج ده، ده انا هموت من البرد. لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجه هنا. انا حاسه ان الحياه هنا صعبه قوي، مش هقدر اتعود عليها. الدنيا برد ومش عارفه اتفاهم مع حد، بيتكلموا لغه انا معرفهاش. اللغه دي ابسط حاجه، بكره لما تسمعيها على طول هتتكلميها، وبعدين ممكن تاخدي كورسات فرنساوي. تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي اصحاب هنا؟ وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا ممكن اكون جوزك وصاحبك. بس انت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعبان. بس في الويكند نقدر نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه. هنا الشغل شغل والاجازه اجازه. برافو عتاف. هاي وجدي، كومون فاتو؟ يا ميرسي، جو تو بريزونت ما فام. انشانتي مدام. اوفار وجدي، اوفار.
أو عاطف ده لبناني وهاجر من 10 سنين وبقى من أكبر رجال الأعمال هنا. يعني ما كانش يقدر يعمل كل ده في بلده؟ وأنت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا أكبر. بدل ما أكون مليونير في مصر ممكن أبقى ملياردير هنا. بصراحة أنا نفسي أرجع مصر. أنا خلاص مش قادره.